هنكمل النهاردة محاضرة رقم 10 اللي هي هنكمل فيها موضوع الفيكتور سبيس. طيب أول حاجة هنتعرف عليها في المحاضرة دي حاجة اسمها لينير اندبندنس واللينير ديبندنس. والله الموضوع هنا هنبدأ في المحاضرة دي نتعرف إن عندي مجموعة من الفيكتور، إمتى هنقول عليهم لينير اندبندنس ولينير ديبندنس؟ يعني إيه؟ يعني مجموعة من الفيكتور هيبقى مستقلين خطيا وغير مستقلين خطيا. طيب الكلام ده هقول عليه ايه بقى؟ طيب هنا هنقول ايه؟ انا عندي مجموعه من الفيكتور اكس 1 واكس 2 واكس 3 اللي هم في الفيكتور سبيس از سيد تو بي لينير اندبندنت. يعني ايه؟ اقول والله القانون بيقول لي ايه؟ سي 1 في اكس 1 زائد سي 2 في اكس 2 زائد سي 3 اكس 3 لحد سي ان اكس ان، لازم الكلام ده يساوي صفر. طيب الكلام ده الحل الوحيد ان مجموعه الفيكتور دي يبقوا لينير اندبندنت امتى؟ لو سي 1 بتساوي سي 2 لحد سي ان بتساوي صفر، يبقى معنى ذلك ما فيش اي نوع من العلاقه من مجموعه الفيكتورز دي. يعني ايه؟ ما بردك ما فيش يعني ما فيش فيكتور اقدر اجيبه بدلاله الفيكتور الثاني. طيب يبقى لو انا عندي سي 1 وسي 2 لحد سي ان دول ما بيساويش الصفر، يبقى معنى ذلك ان سي ان اكس 1 واكس 2 لحد اكس ان لينير اندبندنت. طيب اي سي ما تساويش الصفر، يعني جيت حليت المساله او حليت مجموعه سي 1 في اكس 1 وزائد سي 2 في اكس 2 لحد سي ان في اكس ان وساويتهم الصفر، طلع اي سي ما بتساويش الصفر، يبقى معنى ذلك دول لينير لينير ايه؟ ديبندنس، يعني غير مستقلين خطيا. يبقى معنى ذلك ان في فيكتور من مجموعه الفيكتور دي اقدر ان انا اجيبه بدلاله التاني. طيب ما تيجي نشوف كده اكزامبل بيقول لي شو ذات ذات الفيكتور اي 1 اللي هو عباره عن 1 و0 و0 واي 2 و0 و1 و0 واي 3 0 و0 و1 ار لينير اندبندنت. طب والله هقول ان سي 1 اي 1 سي 2 اي 2 سي 3 اي 3 واساويهم بالصفر، يبقى سي 1 في 1 و0 و0 سي 2 في 0 و1 و0 سي 3 في اي 3. طيب لو انا جيت حليتهم مع بعض هنلاقي ان سي 1 بتساوي صفر، سي 2 بتساوي صفر، سي 3 بتساوي صفر، يبقى معنى ذلك ان اي 1 واي 2 واي 3 ار لينير اندبندنت. طيب لا بيقول لي عندي اكزامبل الثاني اللي انا هشتغل فيه بيقول لي عندها 4 فيكتور اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 بيقول لي شوفهم لينير ديبندنس ولا لا. طبعا معنى ذلك ان سي 1 في اكس 1 زائد سي 2 في اكس 2 زائد سي 3 في اكس 3 زائد سي 4 في اكس 4 الكلام ده بيساوي الصفر او الفيكتور الصفر. يبقى معنى ذلك ان سي 1 في 1 و2 وسالب 1 سي 2 في 1 وسالب 2 و1 سي 3 في سالب 2 و2 وسالب 1 سي 4 في 2 و0 و0 الكلام ده لازم يساوي 0 0 و0. يبقى معنى ذلك انا عندي ثلاث معدات في اربع مجاليف. حاجه معروفه جدا لو انا عندي اربع معدلات اربع مجاهيل في ثلاث معدلات، يعني عدد المجاهيل اكثر من عدد المعدات، معنى ذلك ان انا عندي عدد لا نهائي من الايه؟ من الحلول. يبقى معنى ذلك ان سي 1 او سي 2 او سي 3 عمرهم سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4 ممكن ياخدوا اي قيم موجوده او هيبقى لهم قيم. يبقى معنى ذلك ان اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 ار لينير ديبندنت. طيب ما تيجي نشوف برضك بعض النوتس كده هنقول ايه؟ ان انا عندي لو اي مجموعه عندي مجموعه لينير اندبندنت اي سب ست منها يبقوا معنى ذلك ان هم لينير اندبندنت. يعني ايه؟ يعني انا عندي مجموعه مثلا اكس 1 لحد اكس ان دول لينير اندبندنت، معنى ذلك ان انا اي عدد هاخده من مجموعه الفيكتور دول طبعا هيبقوا لينير اندبندنت مع بعض. الكوفيشنت ان لينير كومبينيشن اوف فيكتور ان لينير ان لينير اندبندنت سيت ار يونيك طبعا، لان الكوفيشنت كلها هتبقى ساو صفار. طيب a set of vector are linear independent if it is not linear independent طبعا. طيب طب بيقول لي كده، طب ما تيجي نشوف كده اكزامبل ايه؟ 2
3 و2 وسالب 6 وسالب 4 ار لينير اندبندنت ليه؟ لان انا ممكن اجيب واحده بداله الثانيه. ازاي؟ لان انا عندي 3 و2 لو ضربتهم في سالب 2 يبقى معنى ذلك هيدوني سالب 6 وسالب 4. تمام؟ يبقى ان انا بجيب واحد بدلاله الايه؟ الثاني. طب ما تيجي نشوف الثيوريم بتقول لي ايه؟ بتقول لي بي از فيكتور سبيس واكس 1 واس 1 سب سيت من اكس 2 اللي هي سب سيت من في. يبقى معنى ذلك ان لو اف اكس 1 از لينير ديبندنت لينير ديبندنت غير مستقلين خطيا يبقى معنى ذلك ان اكس 2 لينير ديبندنت. تمام؟ طيب لو اكس 2 از لينير اندبندنت مستقلين خطيا يبقى معنى ذلك اكس 1 لينير اندبندنت. طيب ما تيجي نبص تاني نشوف الثيوريم بتقول ايه ببساطه. بتقول لي انا عندي مجموعه سبسيت من مجموعه اللي هي سبسيت من فيكتور سبيس. طيب لو انا عندي المجموعه الصغيره دي لينير ديبندنس غير مستقلين يبقى مؤكد من المجموعه الاكبر هيبقوا لينير ديبندنس. لو انا عندي المجموعه الكبيره في الشرط الثاني لينير اندبندنس يبقى معنى ذلك ان المجموعه السبسيت بتاعتي لينير اندبندنس. طيب هنعرف هنا ايه في الجزئيه ديت اللي هي البيز والدايمنشن بتاع الفيكتور سبيس. البيس اللي هو ايه يا باشمهندس؟ اللي هو الاساس او مجموعه الفيكتور الاساسيه في الفيكتور سبيس اللي انا اقدر اكون فيه اكون مجموعه الفيكتورز ديت اي فيكتور موجود في الفيكتور سبيس. يعني ايه؟ مثال كده بسيط. انت عايز تبني غرفه صغيره. الغرفه دي بتتكون من ايه؟ من طوب واسمنت وحديد. البيز الاساسي اللي انت لازم يبقى عندك ايه؟ عندك طوب ورمل واسمنت وحديد. يبقى دي الاربع حاجات الاساسيه اللي هتكون لك الحجره اللي انت عايز تقعد فيها او اللي انت عايز تبنيها. طيب هو انت من اي حاجه من الحاجات دي تقدر تستغنى عنها؟ لا ما اقدرش استغنى عنها. ادام انا قلت انا عايز ابني اوضه او حجره، الحجره دي هتتكون والله انا عايز طوب ما حددتش كميته بس الطوب ده والله يعني عايز قالب، عايز اتنين، عايز 100. يبقى انت عندك اول حاجه عندك طوب، عندك رمل كميته قد ايه؟ الكميات ديت هنعرفها بتبقى ايه بعد كده. لكن الاساسيات اللي لازم تبقى موجوده عندك عشان تبني الاوضه يبقى لازم عندك الاربع حاجات دي بنفس المثال. يبقى هنقول في الفيكتور سبيس لازم يبقى فيه مجموعه من الفيكتور الاساسيين اللي هم هسميهم البيس، اساس الفيكتور سبيس اللي انا اقدر اكون اي فيكتور سبيس اقدر اكونه من ايه؟ من مجموعه الفيكتور سبيس. يبقى البي فور ا فيكتور سبيس بي از لينير اندبندنت. طبعا هم مستقلين خطيا ان هم سب سيت من مين؟ من الفيكتور سبيس عشان هم بيجنريت الايه؟ البي. يبقى عشان اقول ان البي دي بيس بتاع البي لازم يبقوا لينير اندبندنت غير مستقلين خطيا، ان انا ما اقدرش ان انا اجيب واحد بداله الثاني. طيب لو انا عندي الاس سب سبسيت من بي عشان اقول ان الاس ديت بيز لازم يبقوا لينير اندبندنت. ثاني حاجه ان الفي سبان الاس، فاكرين الاسبان يا باشمهندس؟ الاسبان اللي هو مين؟ اللي هو اي لينير كومباينيشن من مجموعه من الفيكتور. مش انا ساعه ما اقول الاس افتكروا كده معايا في المحاضره اللي فاتت، انا قلت ان انا عندي اس متكونه من اكس 1 واكس 2 واكس 3 لحد اكس ان، ديت مجموعه من الفيكتورز، ديت سب اوف سيت اوف ايه؟ اوف فيكتور. بقول الاس بقول الاسبان بتاع الاس هو كل اللينير كومباينيشن اللي اقدر اكونه من مجموعه الايه؟ الفيكتورز. طيب الدايمنشن، الدايمنشن ده يونيك نمبر، عدد وحيد. يعني عدد وحيد من ايه؟ من الاليمنتس. او معنى اصح هو عدد الفيكتور اللي تكونني البيز، عدد الفيكتور اللي بتكونني البيز. يعني ايه؟ عندي فيكتور سبيس البيز بتاعه بيتكون من اربع
من 4 فيكتور، يبقى الدايمنشن بتاعه كام؟ 4. يبقى الدايمنشن is the unique number of elements in each base for V. We don't need the dimension of V is dimension V. طب اكزامبل كده نقول، شوف كده لمده بالاكزامبل، يقول لي show that the vector E1 و2 و3 are base of all R3. اول حاجه هثبت ايه؟ ان E1 و2 و3 are linear independent. يبقى معنى ذلك ان انا عندي C1 في E1 C2 في E2 زائد C3 في E3 هساويهم بالمين؟ بالW. الW اللي هي مين؟ الـ A والـ B والـ C، ان انا اكون منهم اي A فيكتور. طب والله تعالى كده، يبقى معنى ذلك ان C1 بتساوي الـ A، C2 بتساوي الـ B، C3 بتساوي الـ B. يبقى معنى ذلك ان الأوميجا او الW ديت linear combination من فيكتور E1 و E2 و E3. طيب يبقى معنى ذلك ان الاوميجا اسبان مين بقى؟ اي 1 واي 2 واي 3. يبقى معنى ذلك الار 3 هي الاسبان بتاع اي 1 واي 2 واي 3. طيب يبقى معنى ذلك انا اول حاجه انا اثبت ان اي 1 واي 2 واي 3 ار لينير اندبندنت. بعد كده كونت فيكتور اسمه الاوميجا من اي 1 واي 2 واي 3، فقدرت ان انا اعمل بيه اسبان. يبقى معنى ذلك ان ار 3 اسبان اي 1 واي 2 واي 3. يبقى معنى ذلك اي 1 واي 2 واي 3 ار البيز بتاع ار 3. هنبدا هنا في المثال، هنقول find the base and dimension of the following vectors في الار 4. اول جزئيه هقول ان اليو ديت الفيكتور سبيس اللي انا عايز اشوف البيز والدايمنشن بتاعه. بقول ان هو عباره عن اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4، بحيث ان اكس 1 واكس 2 زائد اكس 3 زائد اكس 4 بيساوي اكس 4، والاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 في الار. طيب انا لو عايز اجيب البيز والدايمنشن بتاعه، والله اول حاجه هقول مش انت عندك اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 بيساوي اصفر، ممكن اجيب واحد من الاربعه دول بدلاله الثلاثه الباقيين. فانا اخدت مثلا اكس 1 في للتسهيل لنفسي، يعني اكس 1 هاخدها في دايره في يما، واخد بقى 1 كل الفيكتورز الثانيه او القيم الثانيه في الطرف الثاني. يبقى معنى ذلك ان اليو بقت الصوره بتاعتها هي عباره عن بدل ما اقول اكس 1 لا، ده سالب اكس 2 ناقص اكس 3 ناقص اكس 4 واكس 2 واكس 3 واكس 4. طيب والله تعالى بقى كده، مش انا ممكن افك الكلام ده بفيكتورز؟ اه ممكن. ازاي؟ والله انا عندي هنا كام يا باشمهندسين؟ الاساس بتاع الاكس اليو ديت مش كانت مكونه من اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4؟ اه طيب انا مش انا شلت واحد بدلاله الثلاثه التانيين؟ يبقى معنى ذلك انا عندي 3 في 3 3 اكس 1 3 بقوا من 4 بقوا 3 لان في واحد جه بدلاله الثلاثه الباقيين. يبقى عندي 3 فيكتورز. طيب ما تيجي نشوف كده الثلاثه فيكتورز دول هكونهم ازاي؟ اول حاجه لو انت خدت اكس 4، هي اكس 4 هتبقى موجوده فين؟ والله موجوده فين؟ في الاول وموجوده في الاخير. ما تاخد اكس 4 ديت يبقى معنى ذلك لكن مش موجوده في الثاني ولا في الثالث. يبقى اكس 4 خدها وحط طيب قيمتها في الجزء الاولاني قيمتها ايه؟ ده قيمتها سالب اكس 4. يبقى معنى ذلك هي سالب اكس 4 الاخيره هتبقى موجوده لكن في اكس في الجزئيه الثانيه مش موجوده، في الثالثه مش موجوده. يبقى معنى ذلك اكس 4 هتبقى بتساوي سالب 1 في الاول وصفر وصفر وواحد. طب اكس 2 هي موجوده فين؟ لا والله اكس 2 موجوده في الاول وموجوده في الثاني، مش موجوده في الثالث ولا الرابع. يبقى اكس 2 موجوده في الاولاني بايه؟ بقيمه ايه؟ بقيمه سالب، يبقى سالب. وفي الثاني يبقى بواحد، والثالث بصفر، والرابع بصفر. طب اكس 3 لا والله ده موجوده في الاول وموجوده في الثالث لكن مش موجوده في الثاني ومش موجوده في الرابع. يبقى اكس 3 هي سالب واحد وصفر وواحد وصفر. يبقى معنى ذلك انا عندي كده يو هتبقى اسبان بكام فيكتور؟ بثلاثه اللي هي ايه؟ سالب واحد وواحد وصفر وصفر، وسالب واحد وصفر وواحد وصفر، وسالب واحد وصفر 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 وواحد.
يبقى معنى ذلك ما اسمي بقى مجموعه الفيكتور دي باسامي، اسميت الاولاني ب اي 1، سميت الثاني ب اي 2، سميت الثالث ب اي 3. طيب يبقى معنى ذلك ان سي 1 ما تاكد لي ان دول لينير اندبندنت. هقول ايه؟ والله سي 1 في اي 1، سي 2 في اي 2، زائد سي 3 في اي 3 بتساوي صفر ولا ما بيساويش صفر؟ تعال نشوف الكلام ده. لو انا حطيت سي 1 في سالب 1 1 وصفر وصفر، سي 2 سالب 1 وصفر وواحد وصفر، سي 3 سالب 1 وصفر وصفر وواحد، وساويتهم بالايه؟ بالاصفار. طيب الكلام ده صحيح بيساوي صفر؟ اه، ان سي 1 هتساوي صفر، سي 2 هتساوي صفر، سي 3 بتساوي صفر. يبقى معنى ذلك اي 1 واي 2 واي 3 ار لينير اندبندنت فيكتورز. طيب ما تيجي نشوف كمان، لو انا عشان اثبت ان يو از لينير ديبندنت انا هقول ايه؟ او ان هي بتعمل سبان لليو. اليو ديت هي عباره عن كام؟ اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 اللي انا جبتهم بدلالات اي 1 واي 2 واي 3. طب الكلام ده اليو اقدر اكونها؟ اه طلعت اقدر اكونها، ان اليو هتبقى عباره عن اكس 2 في اي 1، اكس 3 في اي 2، اكس 4 في اي 3. يبقى معنى ذلك من 1 و2 اثبت اول حاجه قلت ان اليو او البيز بتاع اليو هو عباره عن اي 1 واي 2 واي 3. تاني حاجه هما كام فيكتور؟ 3. يبقى معنى ذلك الدايمنشن بتاعي بقى 3. بنفس الطريقه بقدر بكون بقيه المسافه. طيب لو انا عندي اكس 1 واكس 2 لحد اكس ان ار لينير ديبندنت اف اند اقول لي اف اي من ان انا اقدر اكون اي لينير كومبينيشن ده، اي لينير كومبينيشن ايه منها. طيب الثيوري من الاولاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي الان فيكتور اكس 1 واكس 2 لحد اكس ان في ار ان ار لينير اندبندنت اف اند اقول لي اف ذا ماتريكس ان في ان. يبقى انا هربط الايه؟ الجزئيه دي بالايه؟ بالماتريكس. تمام؟ هذا كولوم هاز نون زيرو ديترمنت، يعني قيمه المحدد بتاع الماتريكس دي بيساوي كام؟ صفر. طيب ثيوريم ثانيه، ثيوريم الاول قبل ما انقل الثيوريم اللي بعد كده، بقول لك ايه؟ انا عندي مجموعه من الفيكتور هكون الايه؟ الماتريكس بتاعته، الماتريكس دي حتى اجيب قيمه المحدد، لو قيمه المحدد ما طلعش بيساوي صفر يبقى دول لينير اندبندنت. ثيوريم ثانيه بيقول لي ايه؟ انا عندي كي فيكتورز في الار ان، طبعا الكي ادام قلت كي فيكتور يبقى معنى ذلك ان الكي دي اقل من كام؟ من الان. طيب يبقى الماتريكس اللي انا هكونها من الكي فيكتورز دي، تمام، لينير اندبندنت امتى؟ انا عندي بقى ايه؟ عندي اول حاجه كده بس ببساطه، عندي ان فيكتورز هاخد منهم سبسيت كي فيكتور، يبقى كي اقل من كام؟ من الان. هكون من كي فيكتورز ديت ماتريكس، الماتريكس ديت هجيب لها قيمه المحدد، الماتريكس اللي هي ايه؟ كيف كي، لو طلعت ان هي قيمه المحدد ما بتساويش الصفر يبقى معنى ذلك دول لينير اندبندنت. طب ساووا الصفر يا دكتور، يبقى معنى ذلك ان هم لينير ديبندنت. طيب نبسط الكلام ده برضك، اي فاينايت ست اس اوف فيكتور ان الفيكتور سبيس is called the base. امتى بقى؟ لو الاس ديت linear independent والفيكتور ان اس span v، يبقى ان انا ايه؟ ان انا اقدر اكون منهم اي فيكتور موجود في الايه؟ في الفي. يبقى الاس ديت هقول عن النهايه بيز امتى؟ لو هم اول حاجه ان الفيكتورز الموجوده في الاس linear independent، ثاني حاجه ان انا اقدر اعمل بيهم سبان للفي. الثيوريم بتاعتي بيقول لي ايه؟ انا عندي الاس هي عباره عن اكس 1 واكس ان واكس 2 لحد اكس ان بيز فور فيكتور سبيس. طيب يبقى معنى ذلك اني ست مور ذان الان بالفيكتور ار لينير اندبندنت. مش انت عندك ان الاس سبيس؟ اه، يبقى معنى ذلك ان مجموعه الفيكتور الموجوده فيها لينير اندبندنت، اي فيكتور هيزيد عليهم يبقى معنى ذلك لينير
ديبندنس. ليه؟ لان الفيكتور اللي هيزيد ده هيبقى مستنتج من مين، او اقدر اعمل له لينير كومبينيشن من مين، من الفيكتور الاصليه اللي هي اللي البيز. يبقى معنى ذلك الثيورم بتقول لي كده، تقول لي ايه؟ تقول لي انا عندي بيز اسمه الاس، الاس ده هو البيز بتاع الفيكتور سبيس بتاع الفي. طيب يبقى اي ست هاخدها خلاف او زياده عن الاس، اي ست هاخدها سب ست من الفي ديت فيهم عدد اكتر من الان فيكتور، يبقى دول لينير ايه؟ اندبندنت، لينير ديبندنت. ليه؟ لان الفيكتور اللي هيزيد ده هيبقى لينير كومبينيشن من الفيكتور الاصليه. في الثيورم بيقول لي ايه؟ الثيورم اللي جايه دي بيقول لي any two bases of vector space consist of the same number of a of vector. ده كلام طبعا معروف، ان انا لو عندي اي بيز لاي فيكتور لازم اني، او عندي كذا عندي فيكتور ليه كذا بيز، يبقى لازم العدد البيز الموجودين في عدد الفيكتور الموجودين في البيز ده لازم يبقوا ايه؟ the same number of vector. يبقى معنى ذلك الحاجات المكونه للفيكتور لازم تبقى عددها ايه؟ تساوي. طيب يبقى لو فيكتور سبيس is called finite dimension، لو هو بيتكون من finite number of a of vectors. لو انا عندي فيكتور سبيس مش that is not finite dimension is called infinite dimension. لو انا عندي ماتريكس a m في الn بي ماتريكس، تبقى الرو فيكتورز اوف a r the m vector in r n given من كام بقى؟ ان كل رو هيبقى فيكتور عندي. السب سبيس اوف r n سبان باي ال m فيكتورز r1 لحد r n is called the row space. يعني ايه؟ انا هاجي في الماتريكس واخد كل الرو واعملها فيكتور، تمام؟ يبقى معنى ذلك ان السب سيت السب سبيس من الار ان سبان باي ام ايه؟ رو فيكتورز، تمام؟ طيب الدايمنشن بتاع الرو سبيس از كولد الرو رانك بتاع الماتريكس ايه؟ دي ثيوريم بتقول لي ايه؟ النون زيرو رو فيكتورز اوف ايشلون ماتريكس ار لينير اندبندنت اند ذيرفور فورم a base of its row space. طيب الكلام بيقول ايه؟ بيقول لي انا عندي الايه؟ الرو فيكتورز بتاع الاشلون ماتريكس ار لينير اندبندنت، مؤكد ان هم الكلام ده هيكونوا لي البيس. if two ماتريكس ار equivalent then مؤكد ان هم هيكونوا لي the same row space. طيب هنقول ملحوظه هنا بس بسيطه قبل ما نكمل. To find the base of row matrix of a matrix, reduce the matrix to echelon form. Then a non-zero row vector of echelon matrix form a base of a row A row space. Let A. A ديت اللي هي الماتريكس اللي هي ايه؟ M في N دي matrix. لو انا كونت كولوم بقى ايه؟ vectors. يبقى انا بنقل الحاجات اللي قبل كده انا بحولها، بدل ما اعملها رو اعملها ايه؟ كولوم. وبنفس الطريقه هيبقى عندي كولوم ايه؟ كولوم رانك، وعندي سب سبيس من الايه؟ من الكولوم فيكتورز. طب ما تيجي نشوف كده اكزامبل. اكزامبل بيقول لي ايه؟ لكل A و B ينتمي للار ان وي هاف A و B. A عباره عن 1 والصفر زائد B في صفر وواحد، يبقى عندي واحد وصفر، وصفر وواحد دول البيز بتاع مين؟ الار 2. طيب هما كام واحد فيكتور دول؟ اثنين، يبقى الدايمنشن بتاعه اثنين. طب لو انا عندي A وB وC في الار 3 دول، الكلام ده بيبقى عندي ايه؟ A وB وC بتساوي A واحد وصفر وصفر، B صفر وواحد وصفر، C صفر وصفر وواحد. دول كام فيكتور؟ ثلاثة، يبقى الدايمنشن بتاع الار 3 كام؟ ثلاثة. طيب لو انا عندي R5 بحيث ان A1 زائد A3 زائد A5 بتساوي 0 و A2 بتساوي A4. Find the base بتاع ال WD. تاني الاكزامبل ده بقول ايه؟ ان عندي
اوميجا او دبليو هي عباره عن 5 فيكتورز A1 و2 و3 و4 و5، وبحيث ان A1 و3 و5 بيساوي 0 و2 بتساوي ايه 4. اول حاجه فايند البيز بتاع البيز والدايمنشن. اول حاجه مش انا عندي A1 زائد A3 زائد A4 بتساوي 0؟ طب ما تيجي نسميهم بدل A1 و2 نسمي A1 بتساوي R، A3 بتساوي S، يبقى A5 هتبقى تساوي ايه؟ ما اجيبها بدلاله مين؟ A1 و3، يبقى A5 بتساوي سالب R ناقص سالب S. يبقى وطيب ومش عندك A2 بتساوي A5 A4؟ اه بتساويها، يبقى معنى ذلك ان الكلام ده بتساوي T. حط بارامتر، يبقى معنى ذلك A1 و2 و3 و4 و5 الفيكتور ده اقدر اكونه عن طريق كام بقى؟ اول حاجه ال A، مش انا قلت ان هي بتساوي ال R؟ ال A ال A2 بتساوي T، طب A3 بتساوي ال S، A4 بتساوي ال T، طب A5 اللي انا جبتهم بدلاله مين؟ A1 و3، يبقى بتساوي سالب R ناقص سالب S. يبقى معنى ذلك R الكلام ده بتساوي R بنفس الطريقة في الإكزامبل اللي قبل كده. هي R موجودة فين حتة عندي هنا؟ ده موجودة في الإليمنت الأولاني أو في البوزيشن الأولاني والبوزيشن الأخير. يبقى في طب في الأولاني موجودة بإيه؟ بواحد، وفي الأخير بسالب، يبقى معنى ذلك R صفر واحد وصفر 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 وسالب واحد. طب T، ده T موجودة في الأول في الثاني والرابع، يبقى معنى ذلك T وصفر وواحد وصفر وواحد وصفر. طب الاس، الاس ما موجوده فينا ايه يا باشمهندس؟ موجوده في الثالث وموجوده في الاخير. يبقى معنى ذلك ان البيز بتاع الدبليو هو عباره عن الثلاثه دايمين الثلاثه ايه فيكتورز دول، اللي هي واحد وصفر وصفر وسالب واحد وصفر وواحد وصفر وواحد وصفر وصفر وواحد وصفر وسالب واحد. طيب هم عددهم كام؟ ثلاثه. يبقى الدايمنشن بتاع الدبليو كام؟ ثلاثه. اكزامبل بعد كده بيقول لي ايه؟ let ال V اسبان ال A1 و A2 و A3 و A4، بحيث ان ال A عبارة عن الماتريكس الاولانية دي، A2 ماتريكس الشكل التاني، 3 4. find البيز بتاع ال V. والله تعالى انا هقول ان الكلام ده هو عبارة عن ايه؟ هكون A في A1، B في A2، C في A3، دي في A4. هكون واساوي الكلام ده بكام؟ بالاصفار. طبعا احنا خدنا ازاي نضرب في محاضرات الماتريكس، فيبقى معنى ذلك ان انا هكون ماتريكس كبيره من حاصل ضرب ال A وال B وال C وال D في الماتريكس المناظر عليها، واساوي الكلام ده بايه؟ بالاصفار. طيب هيطلع لي مجموعه الماتريكس بتاعتي، هقول والله تعالى هتبقى عبارة عن A زائد B زائد C زائد C بتساوي صفر، وصفر بيساوي صفر، و A و B و C وسالب D بتساوي الصفر. هقدر أكون أقول إيه؟ ممكن أحط إن الـ A بالـ R، طبعا من حل مجموعة المعدات ديت هيطلع لي إن الـ A بتساوي الـ B والـ C بتساوي سالب الـ B سالب الـ A والـ D هتساوي الصفر. فيبقى ممكن اشيل ال A واحط مكانها بارامتر جديد احسن ميه ال R، وال B طبعا بتساوي ال A، فيبقى معنى ذلك بتساوي ال R، ال C بتساوي سالب ال A سالب 2 ال A، يبقى بتساوي سالب 2 ال R. طب والله يبقى معنى ذلك ان انا اقدر اشيل الكلام ده كله ويبقى عندي ان ال A 1 وال A 2 وال A 3 R linear dependent. ليه؟ لان الكلام ده ما يساويش اصفار، ان ال A وال B وال C وال D ما سووش اصفار، يبقى لينير ايه؟ اندبندنت. طيب لو انا قلت لك تعالى نشيل ايه 3 من الموضوع، هل يا ترى مجموعة الفيكتور ايه 1 وايه 2 وايه 4 لينير اندبندنت ولا لا؟ طب ما تيجي نشوفها كده. يبقى ايه داش في A1، B داش في A2، C داش في A4، ها هنساويهم ونعمل نكون برضك بعض المعدات بالطريقه اللي فاتت. هنساويه لقيت ان A داش وال B داش وال C داش بيساوي صفر،
يبقى معنى ذلك اي واحد واي اتنين واي اربعه ار لينير اندبندنت. يبقى معنى ذلك اي واحد واي اتنين واي اربعه لينير يبقوا بيز بتاع الايه؟ بتاع الجي. طب قبل ما انقل هما كام فيكتور؟ ثلاثه. يبقى معنى ذلك ان الدايمنشن بتاع الفيكتور البيز ده كام؟ 3. تعال نبص كده في الاكزامبل ده بيقول لي شو ذات ان ذا كيس ان البي اكس 1 واكس 2 واكس 3 بيز البيز بي ا بيز ان ار 3 ذن اي بي داش اللي هو عباره عن اكس 1 واكس 1 زائد اكس 2 واكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3 also is a base of ار 3. هو ايه اللي انا بقوله هنا؟ بقول لك ان انت عندك الفيكتور ممكن يبقى ليه كذا بيز. الفكره هنا في الاكزامبل دي. ما تيجي نبص كده. مش انا عندي اكس 1 واكس 2 بيز بتاع الار 3 يبقى لينير اندبندنس. طيب. ما تيجي نشوف كده اكس 1 واكس 1 زائد اكس 2 واكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3 لينير اندبندنس ولا لا؟ فمعنى ذلك ان انا هقول ان اي 1 اكس 1 و2 اكس 1 زائد اكس 2 اكس 3 اي 3 اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3 الكلام ده بيساوي الصفر. طبعا هنحلهم مع بعض هنوجد ان اي 1 بتساوي اي 2 بتساوي اي 3 يبقى معنى ذلك اكس 1 واكس 1 زائد اكس 2 واكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3 ار لينير اندبندنس. تمام كده؟ طيب والله الكلام ده مش هما لينير اندبندنس. لينير اندبندنس هما عددهم كام؟ 3. يبقى معنى ذلك الدايمنشن بتاعي رقم 3. طبعا في اخر السلايد في طريقه دايمنشن او طريقه الماتريكس. انا عندي مش عندي اكس 1 واكس 1 زائد اكس 2 اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3. الكلام ده هو عباره عن كام؟ 1 و0 و0 1 1 و0 1 1 1. ان انا حولت الكلام ده للماتريكس مضروبه في مين؟ في اكس 1 واكس 2 واكس 3. يبقى معنى ذلك ان انا لو استخدمت الرو دايمنشن الرو دايمنشن هتلاقي ان هم عباره عن كام؟ عن 3. اكزامبل بعد كده بيقول لي ديترمين whether the given of the vector is linear independent. ببدا ادي بعض الاكزامبل ان هم بقول ايه؟ بشوف ان المجموعه من الست ار لينير اندبندنس. طبعا لو انت استخدمته باي طريقه، طبعا احنا مستخدمين هنا طريقه الماتريكس. تمام. الاولاني ده هيبقى عباره عن 1 1 و0 1 1 و0 1 1. طبعا انت ممكن تستخدمه سي 1 في ايه؟ في 1 1 في 1 و0 و0 زائد سي 2 في 1 1 و0 وسي 3 في 1 1 1 واسويهم بالصفر واشوفهم لينير اندبندنت ولا لا. في بي 2 نفس الطريقه في بي في 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 سي 3. شكرا وباذن الله نكمل في المحاضره الجايه.